السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع قناة المهندسة سارة عناني. احنا النهاردة معادنا مع Preparatory 1 Lesson 5، بيتكلم عن الإيميل. Lesson 5 و Lesson 6 و Lesson 7 كلهم سهلين جدا، وتقريبا انت هتبقى عارف 90% من الدرس، وبس بينقصك مثلا معاني كلمات او انك ازاي تقول الحاجة دي بالشكل اللي انت عارفه او فاهمه، لاني اكيد كلنا عندنا ايميل. وبالنسبة للكلاود اللي هيبقى بعد كده برضو هنبقى سامعين عنه في جريد 6، والجوجل ميت برضو عملناه ونفذناه عملي ونظري وكل حاجة في جريد 6، فإن شاء الله 5 و6 و7 دول هيبقوا سهلين جدا. تعالوا نبتدي مع بعض في ليسون 5، هنتكلم عن الإيميل. فبيبدأ الليسون بتاعنا بـ The definition of the email. إيه هو الإيميل؟ لحظة. طيب ايميل ايه؟ ده ديجيتال كوميونيكيشن سيستم يوزد تو سند اند ريسيف مسجز، بيستخدم عشان تعمل ايه؟ تبعت وتستلم الرسائل بين يوزرز اوفر ذا انترنت. يبقى انا لازم استخدم الانترنت عشان اقدر استخدم الايميل سيرفيس. طيب اتس وان اوف ذا كلاود كومبيوتنج تولز، هو اداه من ادوات الكلاود كومبيوتنج، يعني يعتمد على فكره الكلاود كومبيوتنج. واحنا لما اتكلمنا عن الكلاود كومبيوتنج لما كنا في جريد 6 قلنا ان هي في ابسط حاجه، يعني المثال اللي احنا خدناه ان حاجه مثلا زي جوجل درايف او الون درايف، ان انت بيوفر لك ستورج سبيس اونلاين، تكون مساحه تخزينيه على الانترنت تقدر ان انت تخزن فيها كل الفايلز او الفولدرز اللي انت عايزها. طيب ايه علاقه الايميل بالكلاود كومبيوتنج والحاجات دي؟ كل الحاجات، كل السيرفيسز اللي بتكون متاحه اونلاين هي اصلا بيزد اون كلاود كومبيوتنج، لان هي بتخزن كل الحاجات دي فين؟ يعني المسجز اللي بتجي لك والمسجز اللي انت بتبعتها والاتاتشمنتس والايمجز وكل الحاجات دي بتتخزن فين؟ بتتخزن على سيرفرز اونلاين، فبالتالي هي بيزد اون الكلاود كومبيوتنج تولز. نمبر 2 اتس يوزد تو شير تكست فايلز ايمجز اند اذر انفورميشن، يبقى كل الحاجات بتكون متاحه ان انا ابعتها على الايميل. ويمكن احنا خلاص اخدناها وعارفينها قبل كده، ان انا ازاي كمان بعمل اتاتشمنت لاي فايل عندي، اقدر ابعت تكست، ابعت فايل وورد، فايل اكسل، فايل اي حاجه، اقدر ابعت صور زي ما انا عايز. It's one of the most popular means of communication in the world. احنا من جريد 4 قلنا ان اكتر حاجه مشهوره في الكوميونيكيشن تولز، خاصه لو انت بتتكلم في شكل فورمال، بتكلم مع حد بشكل رسمي، يبقى انا بستخدم الايميل. It is one of the indirect communication tools. يعني ايه بقى indirect؟ indirect يعني غير مباشر، زي كده فكره الاسينكرونس اللي احنا اتكلمنا عنها في جريد 4، اللي هو انا ببعت المسج انا مش مستني ان هي تجيلي، يعني هي مش شانل كده مفتوحه رايحه جايه مثلا زي الواتس او التليجرام، انت بتكتب ومستني صاحبك يرد عليك وهكذا. لا، انت send your email وانت مش مستني ان هو هيعمل ريبلاي مثلا على الميل دلوقتي، انت بتبعته وخلاص، وممكن يستقبله at any time ويقدر يعمل ريبلاي برضو at any time. طيب some email service providers provide you with the service of creating an email. طيب السيرفيس بروفايدرز، الايميل سيرفيس بروفايدرز، بتفكرك بايه السيرفيس بروفايدر دي؟ زي الاي اس بي اللي هي الانترنت سيرفيس بروفايدر، قلنا ان هي الشركات بتوصل الانترنت. طيب يبقى الايميل سيرفيس بروفايدرز اللي هي ايه؟ الشركات اللي بتقدم خدمه البريد الالكتروني، بتقدم لي الخدمه دي ان انا اقدر اعمل كرييت لاي ايميل انا عايزه. You can use it to send and receive messages to your teacher or your friends. ممكن تستخدمه مع اي حد. طب والايميل سيرفيس بروفايدرز دول زي مثلا مين؟ عشان بس اعرف اتخيل ايه الايميل سيرفيس بروفايدر، زي جوجل، زي مايكروسوفت، زي ياهو، زي اي ويب سايت انت بتستخدمه علشان تعمل الكترونيك ايميل. طيب ايه الكومبوننتس اوف الكترونيك ايميل ادرس؟ الايميل بتاعي المفروض يكون متكون من ايه؟ متكون من 3 كومبوننتس. اول حاجه اليوزر نيم. ايه بقى اليوزر نيم ده؟ اللي هو اسمك انت، اسم الشخص اللي بيعمل الايميل. مثلا انا اسمي احمد، محمد، اسمي محمد، اي حاجه، المهم ان انا ايه اليوزر نيم ده، هو الاسم اللي انت هتكتب بيه الايميل بتاعك. طيب لو انا بستخدم الميل بتاعي بشكل فورمال، هقدم فيه في مبادرات الوزاره وهشتغل بيه، هحطه على لينكد ان بتاعي، الحاجات دي كلها، يبقى طبعا اتس بريفيربل تو يوز يور ريل يوزر نيم، استخدم اسمك الحقيقي، ما تستخدمش ارقام، ما تستخدمش نيك نيم. انت لو بس هتستخدم بقى الايميل ده كمثلا هتحطه في ويب سايتس بتاعت جيمز والحاجات دي، ف طبعا ده يفضل انت تستخدم فيه نيك نيم، لان احنا زي ما قلنا في جريد 6 في الالكترونيك جيمز مش مفضل ان انت تستخدم اصلا اسمك الحقيقي. طيب اليوزر نيم ده بيكون فين لما انا بكتب الايميل بتاعي؟ It is the port is located at the beginning of the email address. At the beginning of the email address، يبقى هو اول حاجه بتتكتب في الايميل ادرس هو اليوزر نيم بتاعي.
طيب it's a name that the user choose and specifies. ده الاسم اللي انت بتختاره، انت بتختاره، محدش بيقول لك هو انت هتكتب كذا. بس انا عندي شرط مهم جدا في اليوزر نيم ده، is a unique and distinctive name that is not reserved by anyone else. يعني ايه الكلام ده؟ unique وحيد، distinctive فريد، يعني عايز يقول لك ان هو لازم يكون ما بيتكررش. يعني ايه ما بيتكررش؟ and not reserved by anyone else، يعني مفيش اي حد في العالم واخد نفس البريد الالكتروني اللي انت كاتبه ده. يعني انت اسمك احمد محمد مثلا، اكيد في مش اقل من المليون واحد في العالم ده اسمه احمد محمد، فانت ما ينفعش تسمي لي الايميل بتاعك احمد محمد، لان اكيد حد واخد الاسم ده. طيب لو قال ان الاسم ده reserved by another one، هو في حد تاني مسمي الايميل بتاعه ده بالاسم ده، ما ينفعش انك تسميه كده. اعمل ايه؟ جرب بقى تحط مثلا underscore في النص، حط دوت في النص، اكتب مثلا اسم العيله بتاعك، ضيف عليه اي رقم مثلا انت فاكره، اي حاجه. المهم ان انت توصل ان الايميل اللي انت كاتبه او اليوزر نيم ده not reserved by another one. طيب عارف حاجه زي عامله كده رقم التليفون، هو انا ينفع ابقى رقم تليفوني هو رقم تليفون حد تاني؟ ما ينفعش. طب اللي هيرن هيرن عليا ولا هيرن على التاني؟ فالايميل لازم يكون باسم وحيد، لان انت لو في الايميل اسمه متكرر يبقى انا هبعت ايميل مثلا وعندي البريد الالكتروني بتاعك ورحت بعت لك ايميل، هيوصلك بقى وهيوصل ل 10 20 30 واحد تاني، لان هما بنفس اليوزر نيم، فما ينفعش اليوزر نيم يكون متكرر. نمبر 2 ذا ات سيمبل، اللي هي علامه الات اللي احنا بنحطها في النص ديت، وديت وظيفتها ان هي سيبريت، بس بتفصل ما بين حاجتين. ايه الحاجتين اللي بتفصل بينهم؟ اليوزر نيم والدومين نيم اللي احنا هنشوف دلوقتي اللي هو ايه. طيب يبقى انا كده عندي اليوزر نيم، بعد كده الات سيمبل، بعد كده الدومين نيم. الدومين نيم ده اللي هو ايه؟ the name of the email server that hosts the email accounts. السيرفر اللي بيحط الاكونتس ديت، اللي هو زي جوجل، تمام، زي مايكروسوفت. طيب it's a place to store your email messages. الدومين ده هو اللي بيخزن لي، او السيرفر ده هو اللي بيخزن كل الايميلات بتاعتي عنده. طيب تعالى نشوف الأسئلة دي. بيقول لي number one a or n dot is one of the main components of email and it's a name that the user chooses and specifies. اليوزر هو اللي بيختاره وبيحدده، يبقى ده اليوزر نيم. a place where you store your email messages، بيتخزن الميل مسجز بتاعتك فين؟ في اليوزر نيم ولا في الفايل ولا في الدومين نيم ولا في الكلاود كومبيوتنج؟ في الدومين نيم. number 3 dot service providers help you to create an email. create an email يبقى اللي هو ايه؟ الايميل سيرفيس بروفايدرز. كل ده هتعرف تجاوبه لما تقرا الدرس معايا، عشان كده انا بقرا الدرس بوينت بوينت. طب كل حاجه ليها advantages و disadvantages. تعال نشوف الادفانتجز بتاعت استخدام الايميل بتاعك. number 1 اول حاجه السبيد، السرعه. طب السرعه دي يعني مقارنه بما حاجه قبل الايميل، هتبعت مثلا بالبريد المصري، الحاجة دي هتاخد قد ايه؟ كتير قوي. يبقى دلوقتي الموضوع بقى more speed، اسرع. sending and receiving messages very quickly، بسرعة جدا. number 2 cost، وهي دايما او في الغالب بتبقى free in most cases، بس مش على طول، عشان كده هو قال in most cases، يعني في حالات او في بعض الايميل سيرفيس بروفايدرز بيكون عشان انت تعمل ايميل عنده محتاج ان انت يعني تدفع فلوس، ويبقى كمان في ساعات اشتراكات شهرية وسنوية وكده. number 3 is easy to use with the ability to send and a message to any number of recipients as the lowest cost. سهلة، لان انت سهل انك تستخدم الايميل وما عندكش تكلفة، لا عندك انت ولا عند الشخص اللي هيستلم الميل ده. diversity التنوع، ليه diversity؟ because you can send any file format text image اي حاجه. reliability الموثوقيه، reliability messages arrive reliably in most cases. message arrive reliably in most cases، معظم الحالات المسج بتوصل سليمه مظبوطه وما فيهاش اي مشكله، مش ما وصلتش لحد تاني. طيب الديجيتال سيرفيس registration is done using email on the websites of service providers and digital products online. الخدمات الرقمية اللي أنا باخدها لما أنت بتسجل بالبريد الإلكتروني في المواقع ديت، طبعا بتجيلك منتجات وخدمات رقمية بتقدر إنك تستخدمها، زي الجوجل درايف، زي البلوج، زي اليوتيوب تشانل،
زي الجوجل دوكومنتس، كل الحاجات دي. طيب ديت الادفانتجز. الديس ادفانتجز بقى هو كاتبها هنا ايه الدروباكس، فالدروباكس هي الديس ادفانتجز. اول حاجه الهاكينج، ات كان بي هاكد باي هاكرز. احنا قلنا ان في ريليابيليتي تمام، بس ده ما يعنيش ان السكيورتي بتاعي خلاص يعني 100%. مفيش اصلا اي حاجه مضمونه يقول لك 100% مستحيل ان يحصل هاكينج في الحاجه دي. نمبر 2 سبام، يو ماي ريسيف ان وونتد مسجز. احنا قلنا ان انت امتى بتستلم ان وونتد مسجز؟ كل ما انت بتقعد، كل ما تقابل ويب سايت تروح تعمل ريجستر على الويب سايت ده، ريجستر على الويب سايت ده، فبالتالي بيكون الايميل بتاعك بقى ايه في حتت كتيره كتير، فبيبدا ان انت يتبعت لك ان وونتد مسجز او السبامز. نمبر 3 الفراود. الفراود زي السبوفنج كده اللي احنا اتكلمنا عنها في جريد 6 اللي هو الاحتيال. يو ريسيف فراودلنت مسجز. مهمه كلمه فراودلنت انك تعرف معناها. فراودلنت مسجز اللي هي الحاجات الاحتياليه، ناس بتحاول تنصب عليك يعني. فيروسز، والفيروس اصلا مرتبطه بالسبامز، فطالما انا بيوصلني سبامز فاحتمال كبير برضو ان هو يوصلني الفيروسز. نمبر 5 البرايفسي، ايميلز ماي مي نوت بي كومبليتلي سيكيور. ما احنا قلنا ان في ريلايبيلتي اه، بس ما هو بيقول لك ايه نوت كومبليتلي، يعني مش 100% ما زال في خطر ان يحصل هاكينج او البرايفسي بتاعك تبقى مش تمام. Providers of email service. مش احنا كنا لسه بنقول ال email service providers؟ طب مين بقى هم ال providers دول؟ The most famous providers عندنا ال Gmail، الياهو ايميل، والهوت ميل او دلوقتي بنسميه ال Outlook. يبقى دول ال most famous service email service provider. ازاي بقى اقدر اعمل create an email على جوجل؟ اعمل ايه علشان اعمل ايميل جديد على جوجل؟ بيقول لي جوجل offers you many electronic service including the email service. من ضمن الخدمات اللي هو بيقدمها لي ان انا اصلا يكون عندي فكره الايميل او خدمه الايميل. To create email through Gmail service، عشان تعمل ايميل. To obtain other Google services you must create Google account. خلي بالك من الجمله دي، To obtain other Google services you may create a Google account. طالما انت عايز تستخدم اي سيرفيس في جوجل لازم قبلها يكون عندك اصلا جوجل account. الجوجل account consists of ايه؟ يوزر نيم باسورد. خلي بالك عشان احنا كنا بنقول من شويه ايه the component of the email، مكونات الايميل ادرس اللي هي اليوزر نيم والات سامبل وبعد كده الدومين نيم. لكن هنا الجوجل اكونت كونسيستس اوف، علشان تعمل اكونت على جوجل عايز يبقى معاك ايه، عايز تبقى حافظ او محدد لنفسك يوزر نيم ومحدد لنفسك كمان الباسورد. طب ليه اروح اعمل اشمعنى الجيميل؟ ايه الادفانتجز اللي انا هاخدها لو عملت كريت لجوجل اكونت؟ رقم واحد enables you to log into the Gmail email service. خلاص بقى عندك ايميل على الجيميل تقدر تبعته للشركات، الشركات تقدر تبعت لك ايميلات عليه، تقدر تستخدمه عادي جدا. بقى عندك inbox بقى والحاجات دي كلها. Google account also enables you to use other Google features and services. تقدر تستخدم features تانية كمان لجوجل زي ايه؟ زي الجوجل ميت اللي هو الميتنج اللي بتبقى حاجة شبه الزوم كده، والجوجل دوكومنتس اللي هي حاجة شبه الوورد، الجوجل درايف اللي هو الكلاود كومبيوتنج أصلا اللي انت بتبدأ تخزن عليه الملفات بتاعتك والحاجات دي كلها، اليوتيوب، لأن انت جاست انت عملت جيميل اكونت أو جوجل اكونت بتفتح لك على طول ان انت يبقى عندك يوتيوب تشانل. طبعا هي بتبقى فاضية، انت بقى تبدأ انك علي وعايز بقى تشغلها وترفع عليها فيديوهات والكلام ده، بس هو مجرد ما انت أصلا عملت اكونت بقى عندك تشانل جاهزة انك تبدأ تشغلها. Steps to create Google account بقى ايه الخطوات اللي انا المفروض اعملها؟ تعالى اول حاجه كده ندخل على جوجل. اول حاجه هتدخل على اللينك بتاع جوجل، فهتلاقي نفسك في صفحه جوجل بالشكل ده. ممكن تلاقي هنا مكتوب تسجيل دخول او مش كاتب، يعني المهم ان انت هتدور على ساين ان. ساين ان هيفتح لك الشاشه دي. طبعا هو في الكتاب شارح لك بالتفصيل بالصور بكل حاجه، فيعني حتى لو انت عملتهاش عملي هتبقى كانك بتنفذها لو انت مشيت كده مع الصور بتاعه الكتاب. طبعا انت المفروض هنا تكتب بقى ايميل، فانت ما عندكش ايميل فتختار كرييت اكونت. فاول ما بتختار كرييت اكونت بيديك الاوبشنز ديت، الاكونت اللي انت عايز تعمله فور ماي بيرسونال يوز ليك انت استخدام شخصي، ولا فور ماي تشايلد لابني، ولا فور ورك اور ماي بزنس. انا المفروض هعمله فور ماي بيرسونال يوز استخدام الشخص. هتكتب هنا الفيرست نيم ايا كان اسمك ايه، وبعد كده هتكتب اللاست نيم. لاست نيم بيبقى اوبشنال يعني عادي، عايز تكتب لاست نيم ماشي، مش عايز تكتب وعايز تكتب كلهم في اليوزر نيم مثلا ماشي. افترض مثلا هكتب كده ساره وعناني،
ونكست. عن هيبدأ بعد كده يخرج المانس الداي، اختار مثلا اي تاريخ ميلادك، يعني عن يفضل ان انت تختار تاريخ ميلادك بشكل صحيح، تمام، والسنة بتاعت برضو ميلادك يفضل ان انت تكتبها بشكل صحيح، وتختار الجندر مثلا ميل او فيميل، وبتختار نيكست. بيبدأ يديك اختيارات، مثلا ايه رأيك تختار ده او ده، او لا انا عايز اكريت الايميل بتاعي بنفسي. هتختار اسم من دول مثلا، يعني عايز تكتب الايميل اكاونت بتاعك هيبقى شكله ايه، اليوزر نيم بتاعك ازاي، او لو انت عاجبك واحد من دول اختاره واعمل نيكست. هتكتب بعد كده الباسورد وتعمل كونفورم للباسورد وتكمل معاه باقي الخطوات. طيب تعال نشوف كده الخطوات بتاعة الكتاب. يبقى انا كده دخلت على الجوجل، بعد كده عملت ساين ان، بعد كده عملت كرييت اكونت زي ما احنا شفنا، استخدمت انا كرييت اكونت فور ماي بيرسونال يوز، وبعد كده دخلت الفيرست نيم اللاست نيم، عملنا نيكست، اداني الشاشه دي اللي فيها تاريخ الميلاد بتاعك، ديت اوف بيرث بتدخله، بعد كده بتكتب اليوزر نيم اللي انت عايزه. لو هو ما عملكش اي سجستد نيمز انت اعمل اليوزر نيم اللي انت حابب تدخله، وبعد كده بيدخلك ان انت تختار الباسوردز بتاعك. بعد كده بتدخل حاجه اسمها alternative email address. ايه بقى alternative email address ده؟ يعني ايميل ادرس بديل عن بتاعك، يعني زي كده مثلا لما انا اعمل ايميل ادرس واقول لو الاكونت ده حصل فيه اي مشكله او حصل عليه اي هاكينج او حصلت عليه اي حاجه، ابعت مسج على طول للايميل مثلا بتاع باباي. فلو انا حد يحاول يعمل هاكينج على الايميل بتاعي هتروح تتبعت على طول مسج على الايميل التاني اللي انا كاتبه ده. لازم اعمل الخطوه بتاعه الالترناتيف دي، هي مش لازم بس السكيورتي يفضل انك تربطه باكونت تاني، ويفضل ان الاكونت ده يكون صاحبه شغال عليه، يعني كل يوم بيدخله وبيشوفه كتير. تمام، سجلت الالترناتيف ايميل، تشيك اند كونفيرم يور ايميل ادرس. اخر حاجه بيبدا ان هو ياكد معاك كل البيانات اللي انت كتبتها، وتبدا انت تعمل اجريمنت تعمل اجري للاجريمنت اللي هي مكتوبه ديت اللي هي بيقول لك زي البوينتس اللي انت المفروض تلتزم بيها. يعني to complete the steps to create your email, review the terms of service and click I agree if you accept them. لازم تدوس على موافق، وفي الاخر يبقى هو كده عمل لك الاكونت بتاعك. Now you have Google account باليوزر نيم والباسورد بتوعك، وعامل ساين ان على الصفحة ديت، تقدر تستخدم كل السيرفيسز بتاعت جوجل. بعد كده لما بخلص الايميل ده انا المفروض عندي مثلا لو انا عايز ادخل على الجيميل، الجيميل ده اصلا سيرفيس من السيرفيسز الخاصه بالجوجل، ما انا اصلا بعمل ايميل عشان يبقى عندي جيميل واقدر ابعت منه ايميلات وتجيني ايميلات والكلام ده كله. طيب الواجهه بتاعه الجيميل بتبقى عامله ازاي؟ لو انت مثلا بصيت كده معايا ودخلت الجيميل، هي دي الواجهه بتاعه الجيميل. طبعا الواجهه بتاعه الجيميل ديت مش هي اللي انت شايفها في الكتاب، ليه؟ لان ده بقى جه عليه ايميلات كتيره قوي، بس يعني نفس التقسيم، ادي الجيميل والمفروض هنا كومبوز والانبوكس وكل المسجات اللي بتجيلك بتبقى موجوده في فولدرز هنا، الجزئيه ديت بتاعه الايميلز بتاعتك، و يعني ده الشكل العام بتاع الجيميل. تعال نشوف هنا كاتب لي ايه، ادي الجيميل كومبوز لو انت عايز تعمل مثلا مسج جديده، والانبوكس والستارد والسنت وكل الحاجات دي، ومكتوب هنا طبعا انت شايف السيتنجز دي كلها لان مازال مفيش اي مسجز عندك، يعني اصلا المسجز بتبقى متقسمه ما بين برايمري بروموشنز وسوشيال. البرايمري اللي هي مكتوبه هنا بس عشان هنا عربي، البرايمري اللي هي ايه الرسائل الاساسيه، وبعد كده عندك هنا البرايمري، وبعد كده البروموشنز، وبعد كده السوشيال. البرايمري الرسائل الاساسيه اللي بتجيلك من شركات او بتجيلك من صحاب او كده، بروموشنز اللي هي شغل الدعايه بقى والكلام ده، السوشيال اللي هي بتخص السوشيال ميديا اكاونتس اللي انت عاملها. بعد كده بيجيلك بعض السيتنجز اللي انت ممكن تغيرها عشان انت لسه في الاول، فالانترفيس لانجوج عندك ايه ممكن اغيرها من فين؟ بروح على الكويك سيتنجز وبلاقي كلمة سيتنجز زي ما هو شارح لك كده، بلاقي سي اول سيتنجز هنا، لو ضغطت عليها تمام وببدأ ان انا اشوف السيتنجز اللي عندها. ده الشكل بتاع الصفحة بتاعتي يبقى شكله ازاي، تمام، او
بقول له هات كل السيتنجز، all settings. دي بقى ايه؟ كل السيتنجز انت ممكن تغيرها، ممكن تغير اللغة من هنا. انا مثلا هنا عندي عربي، ممكن اخليها انجليش، تمام؟ ويبقى انت كده هتغير اللغة بتاعة الجيميل بتاعك، وفي الاخر اقول له save او حفظ التغييرات، تمام؟ هتلاقي ادي اللغة هي اتغيرت. انا الجيميل كان عندي او بقى برايمري الاساسي، بروموشنز الحاجات بتاعة الدعاية، والسوشيال الحاجات بتاعة السوشيال ميديا، بقى نفس اللي هنا بالظبط لما غيرناه، لما غيرنا اللغة. يبقى انت بتغير اللغة من السيتنجز اللي فوق، بتجيب all setting، وبتختار اللغة بتاعة الجيميل بتاعك بالشكل ده. هو كانت انجلش بقى، وغيرها وخلاها اللغة العربية. ولازم قبل ما تسيب الصفحة طبعا تعمل save changes عشان يغير لك الحاجات اللي انت غيرتها. وادي اهو غير للعربي، يعني كانت عربي غيرتها انجليزي، هو كان انجليزي غيرها لعربي. بعد كده المفروض ان انا بعمل ساين اوت. ليه بعمل ساين اوت؟ لو انا قاعد على جهاز مش جهازي، فيفضل طبعا ان انا اعمل ساين اوت عشان ما يجيش حد تاني يدخل على الايميل بتاعي. فانا ممكن تيجي هنا مثلا وتروح دايس كده على ديت، وهتلاقي من تحت ساين اوت طبعا عشان محدش يدخل على الايميل بتاعي. لكن لو انت على الجهاز بتاعك فمفيش داعي انك تعمل ساين اوت ولا خروج ولا اي حاجه. طيب تعالى نشوف الأسئلة دي. complete the following dot and dot dot and dot are advantages of emails. هات بقى أي ثلاثة من الأدفانتجز، يعني مثلا speed, cost, reliability. أدي ثلاثة اهو. to get Google services you should have، عشان يبقى عندي Google services لازم يكون عندي إيه؟ Google account. ديت لازم يكون عندك Google account. اللي أنا قريتها وقلت لك خلي بالك من الجملة دي، وهتلاقيها عندك متكررة كتير بقى في الأسئلة. Google account consists of، الجوجل account بتكون من إيه؟ من اليوزر نيم والباسورد. كده احنا خلصنا ليسون 5. ما تنساش تحل الهوم ورك بتاعك في الكتاب اكسرسايز بيج 67 و68، وان شاء الله نلتقي مع بعض في ليسون 6 في الفيديو اللي جاي. ما تنساش لايك للفيديو لو الفيديو عجبك، وكومنت لو عندك اي سؤال او اي استفسار، او حابب تقول لنا رايك في الفيديو، او اعمل اي كومنت علشان الفيديو يترفع شويه يبقى فيه ريتش على القناه، وشير لو عايز الكل يستفيد. وما تنسوش تستنونا في الفيديوهات الجايه. شكرا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، ولو عجبكم الشرح ياريت تعملوا شير للقناة وللفيديوهات عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. شكرا.